أهلا بكم من جديد. أعلنت جماعة الحوثي في اليمن تبنيها للهجمات التي استهدفت منشآت لشركة أرامكو ومرافق أخرى في جنوب السعودية، ووصفها التحالف السعودي الإماراتي في اليمن بمثابة رفض لجهود ومبادرات السلام. وقال التحالف إن هجمات للحوثيين استهدفت محطة لتحلية المياه بمدينة الشقيق ومنشأة أرامكو في جازان ومحطة الغاز في خميس مشيط جنوب السعودية، كما تحدث عن هجوم استهدف محطة كهرباء ظهران الجنوب. وتأتي الهجمات بعد يومين من رفض الحوثي مبادرة لمجلس التعاون الخليجي لتنظيم حوار لأطراف النزاع في اليمن اقترح عقده في الرياض نهاية الشهر الجاري. في غضون ذلك قال مكتب مبعوث الأمم المتحدة الخاص لليمن إنه يناقش هدنة محتملة في اليمن خلال شهر رمضان الذي يبدأ مطلع الشهر المقبل. نتابع. دكتور مثنى عبد الله، ما هي أهداف هذا الهجوم الحوثي على السعودية من حيث التوقيت ومن حيث الأهداف المستهدفة؟ ما الرسائل التي حملها؟ يعني أستاذ زياد، يعني أنا أقرأ المشهد كالآتي. أقرأ المشهد أنه الحوثيين هم منظمة ليس بيدها القرارها السياسي، هذا أولاً، وإنما قرارها السياسي هو موجود في طهران. ثانياً أنه كل هذه المنظمات خارج الدولة تستثمر في الأزمات العالمية. أنا أجد بأنه الظرف الحالي هو الظرف المثالي لكل المنظمات خارج الدولة، المنظمات الميليشياوية، أن تستثمر في هذا الظرف الدولي. اليوم الظرف الدولي متجه باتجاه زاوية واحدة، وبالتالي بقية الزوايا لا يمكن أن تثير الانتباه، وهذه يبدأ الحاضن الدولي أو الأقليمي بتحريكها باتجاهات محددة. يعني أجد بأنه الحوثيين اليوم ليس من مصلحة طهران الجلوس ما بين الحوثيين أو إنهاء الأزمة اليمنية أو لتجميد الأزمة اليمنية. أنا أجد بأنه ما زالت طهران لم تحقق كامل أهدافها لا في فيينا ولا في المحيط، وبالتالي هي تحاول أن تضغط. أيضا طهران تحاول الاستثمار في موضوعة صادرات النفط الروسية والغاز باعتبارها هي من إحدى أهم المصدرين في الغاز وفي النفط، وبالتالي هي تحاول الاستثمار في منع الطاقة الروسية للعالم في سبيل رفع الحظر عنها والوصول إلى الاتفاق. أيضا تريد أبقاء المنشآت النفطية السعودية تحت اليد وتحت التدمير لكي تهدد بها العالم بأنه هي قادرة على أن تقطع هذا الشريان أيضا 10 ملايين برميل يوميا، وبالتالي هذه في الحقيقة تحاول إرباك الموقف الاقتصادي في موضوع الطاقة في هذا الوقت للوصول إلى حل المال. أنا أعتقد بأنه مجرد الاتفاق على اتفاق نووي جديد توقعه في فيينا سوف تكون العراق واليمن هي جوائز الترضية لطهران. طيب، دعنا نشرك معنا سيد توفيق الشرعبي الكاتب والصحفي، ينضم إلي عبر الهاتف من جدة. أرحب بك سيد توفيق. يعني جماعة الحوثي أو ميليشيا الحوثي رفضت الانضمام إلى هذه المباحثات التي اقترحها مجلس التعاون الخليجي، وقالت بأنه لا يمكن أن يكون في مدينة أو في عاصمة دولة تعتبرها هي بأنها من دول العدوان. حتى بالأمس كان أحد ضيوفي من
مقرب من جماعة الحوثي قال لا لا لن نجلس إلى مباحثات سلام مع دول العدوان كما سماها. وبالتالي إذا لم يكن الحوثي حاضرا في مثل هذه المباحثات ما قيمتها؟ ما الذي يمكن أن تنتجه؟ سيد توفيق، دعني أولا أستدل على نية ميليشيات الحوثي في السلام أو الاستجابة لكل الدعوات. قبل أن تبدأ نشرة الأخبار التحرف أعلن رسميا عن استهداف لميليشيات الحوثي استهدف محطة توزيع المنتجات البترولية في جدة قبل دقائق من الآن. قائد زيادة رسالة الحوثية نعرف ما هي الصفات التي من خلالها كانت الدعوة لعقد هذه المشاورات إذا كان الحوثي يعد طرفا فيها. أنا أتوقع أن المشاورات ستكون بين بقية الأطراف اليمنية والمكونات سواء الأحزاب أو التحالفات الجديدة. أما الميليشيات فلن تحضر، ولنا تجارب سابقة ومماثلة في مدينة واحد ومدينة اثنين في الكويت واحد والكويت اثنين، وكل المشاورات واللقاءات التي عقدت سواء عبر سلطنة عمان أو عبر دول عربية وأجنبية. طيب الصوت ليس واضح كثيرا، نعتذر مشاهدينا وذلك من المصدر، ولكن على كل حال إذا يعني ما البديل إذا لم يحضر الحوثي مثل هذه المحادثات؟ لن يتم التوصل إلى حل في اليمن. ما الذي يمكن أن يقدمه مجلس التعاون الخليجي؟ هل يمكن أن يغير مثلا مكان هذا اللقاء إلى مدينة أخرى سواء خليجية أو عربية أو دولية حتى؟ أنا أستبعد تماما أولا أن تحضر ميليشيات الحوثي هذا اللقاء التشريفي لسبب بسيط، يعني العالم أجمع لأن فيهم الأخوان الأشقاء في المملكة العربية السعودية ودول التحالف. القرار ليس قرارا داخليا حوثيا حتى يمكن أن توجه إليهم دعوة. الرئيس كنترول اللي يتحكم بالميليشيات الحوثي هي طهران، والكل يعرف هذا، وخاصة الدول الكبرى ومجلس الأمن والتقارير الدولية ولجنة الخبراء، الكل يعرفون بأن السلاح هو سلاح إيراني، والأموال أموال إيرانية، والعسكريون في اليمن الذين يشنون الهجمات هم إيرانيون، والصواريخ إيرانية والمسيرات إيرانية. نحن يضيع الوقت أن تتكلم مع الحوثيين لأنهم عبارة عن قطاع ترتديه إيران لفرض سيطرتها ولأذية الدول المجاورة وتحديدا السعودية والإمارات. شكرا لك سيد توفيق شرابي الكاتب والصحفي، كنت معي عبر الهاتف من جدة. دكتور مثنى، ما الهدف من مثل هذا اللقاء، عقد هذا اللقاء التشاوري أو المباحثات والحوثي يرفض مثل هذا اللقاء؟ ما هدف مجلس التعاون من ورائه؟ يعني أعتقد بأنه عندما يعني الحوثي اليوم على الأرض اليمنية هو فاعل، يعني سواء قبلنا أو لم نقبل هو فاعل، وبالتالي مسيطر على أكثر من نصف اليمن. بالضبط، ويهدد ويهدد العمق السعودي. صحيح. وبالتالي أنا أعتقد بأنه عدم حضوره في الحقيقة ينتفي وجود أي 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 فائدة من أي مباحثات ممكن أن تحصل. لكن أعتقد بأنه الوضع السياسي الحالي خصوصا ما بين دول الخليج والولايات المتحدة الأمريكية في هذا الظرف الراهن يعطي انطباع بأنه دول الخليج تريد الابتعاد عن الولايات المتحدة الأمريكية والاتجاه باتجاه آخر. وهذا في الحقيقة يتداخل مع ظروف المباحثات مع الحوثي. اليوم مجلس التعاون الخليجي يريد أن يجلس مع الحوثي أو يريد أن يحقق شيئا ويخرج من الرياض مو من غير عاصمة أخرى لإعطاء صورة واضحة بأنه هو قادر على فض الملفات الشائكة بعيدا عن الولايات المتحدة الأمريكية أو بعيدا عن الغرب، وبالتالي يريد إعطاء صورة بأنه هنالك استقلالية بالقرار السياسي. اليوم عندما تنظر سيدي الكريم إلى موضوعة الخلاف ما بين الولايات المتحدة الأمريكية وما بين بعض دول الخليج في الموقف من الحرب الروسية الأوكرانية، يعطيك انطباعا بأنه دول الخليج تريد أن تغلق بعض الملفات لكي لا يستخدمها الطرف الأمريكي ضدها. يعني بشكل واضح كان بايدن في حملته الانتخابية وحتى بعد وصوله إلى السلطة كان يتحدث ويشير إلى دول خليجية محددة بأنها هي
سوف يحاربها لأنه تحارب حقوق الإنسان وكذا وكذا. اليوم في الحقيقة أصبح الملف خارج هذا الاستثمار السياسي، صار الاستثمار السياسي اليوم في الحرب الروسية الأوكرانية، وبالتالي تعتقد السعودية وتعتقد بعض دول الخليج بأنه الظرف أصبح مناسبا لحل الأزمة اليمنية. يعني ولكن قبل أن يعقد هذا اللقاء يبدو أنه فشل، لن يعقد صحيح. أصلا صحيح. ولكن في مسار آخر الأمم المتحدة تسعى إلى هدنة خلال شهر رمضان، هل يمكن البناء عليه أم أنه يعني التحالف السعودي الإماراتي لا يملك أيضا كما الحوثي قراره من الخارج كما ذكرت، التحالف أيضا لا يملك أن يعني يتعاطى مع مثل هذه الهدنة بأقل من دقيقة لو سمحت. يعني أعتقد بأنه نظرتنا إلى مسيرة الحرب طوال هذه السنوات تعطي فكرة كاملة على أنه جميع الأطراف كما قلت حضرتك غير قادرة على إنهاء هذا الملف في الحقيقة، وكل طرف يحاول المراهنة على أنه الطرف الآخر سوف ينكسر وسوف يقبل، وهذه إشكالية كبيرة يمكن أن 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 تمحو كل المبادرات الإنسانية وغير الإنسانية التي يمكن أن تكون في هذا الموضوع. أشكرك جزيلا دكتور مثنى عبد الله أستاذ العلاقات الدولية على شكرا جزيلا معنا.